نسعى في مركز تعلم للحياة إلى تحقيق الريادة في مجال التدريب والتعليم على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية بأكملها، من خلال تعزيز وسائل التدريب والابتعاد عن النمطية والرتابة بالابتكار المتجدد، واتباع أحدث الوسائل التعليمية والتدريبية بأعلى المستويات الاحترافية والمعايير المهنية، والتي من شأنها أن تفعل وتعزز دور التدريب في صناعة المؤسسات والقيادات. كما ونرمي إلى نشر التدريب الاحترافي وتحسين أداء الفرد على المستوى الذاتي والمؤسسي، والتأكد من تخريج أفواج مؤهلة تمتلك نظرة جديدة للابتكار والفهم من خلال مؤشرات الأداء الفعالة التي يعتمد عليها المركز أثناء العملية التدريبية. كما ونهدف إلى تغيير المفهوم الاستراتيجي للتدريب بالخروج من المفهوم النظري الضيق إلى مفاهيم واسعة من الممارسات الاحترافية، ونضع نصب أعيننا أن تسهم هذه العملية في صناعة القرارات الإدارية من خلال دعم المؤسسات القيادية بالكوادر المدربة والمؤهلة. ونحن حريصون في مركز تعلم للحياة على التجديد والابتكار من خلال خبراء يراقبون ويدرسون متغيرات سوق العمل وما يستجد في عالم التدريب والمعرفة.